في الأهلي الليلة كل الأخبار والكواليس، لكن خليني أقول لك إن فقرة المهندس خالد مرتجي وزير خارجية النادي الأهلي هتكون فقرة مميزة جدا، وبعدين شفنا استجابة كبيرة جدا لطلبات الأعضاء والاقتراحات والتعديل اللي حصل في اللائحة، فإن شاء الله موضوع اللائحة ده الواحد شايفه موضوع إيجابي بشكل كبير جدا، شايف فيه مجهود كبير من أعضاء النادي قبل مجلس الإدارة، الكل عنده الحرص، الكل عنده الشغف، الكل عايز يخدم ناديه بشكل كبير جدا، واعتقد واضح من المناقشات واضح من الشغل يا محمد. بالفعل زميلي ايهاب، لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي فيها اطروحات كثيره، وعدد الاقتراحات وصلت الى 4000 مقترح خلال الفتره الاخيره، مشاركه ايجابيه وحراك اجتماعي كبير جدا من كل اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. عموما مش هنتطرق كتير لحديث في اللائحه، لان بالتاكيد الاستاذ شريف فؤاد عنده تفاصيل كثيره في هذه الفقره مع المهندس خالد مرتجي، لكن سريعا